حزب جبهة القوى الاشتراكية في ندوة صحفية نظمها بمقره بأعالي العاصمة وعلى لسان أمينه الأول الجديد عبد المالك بوشافة الوضع السياسي في البلاد الذي يتسم برؤية غير واضحة المعالم حسبه. كما انتقد بوشافة أيضا الأحزاب السياسية واتهمها بالسعي وراء الانتخابات غير مراعية للوضعية المستقبلية للبلاد، كما أكد أن حزبه لن ينضم لأي مبادرة تدعو إليها السلطة. التغطية لهاشمي خيراني. نحن نعيش في بلد دون مشروع مشترك، دون رؤية مشتركة، دون إرادة سياسية وطنية قوية لإيجاد حل لأزمة معقدة منذ عقود. في الجانب السياسي يمكن أن نلاحظ طبقة سياسية مهوسة بالانتخابات القادمة غير مكترثة بمستقبل البلاد. لن نوافق أبدا على إجماع المغفلين على النحو المقترح من قبل السلطة وأدنى بها. كما انتقد أيضا الأمين الأول للأفافاس الوضعية الاقتصادية للبلاد والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، كما حذر من اتجاه الدولة نحو المديونية الخارجية بسبب الاستراتيجية الحكومية في التسيير حسب قوله. أين هو هذا النموذج الاقتصادي الجديد؟ نحن في الواقع في ظل وجود سياسات التقشف مع كل الظلم وعدم المساواة التي ترافقها واختيار متعمد لتحميل العبء على السكان، في حين يلوح في الأفق احتمال اللجوء إلى المديونية الخارجية.